بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلماءنا والمسلمين، وبارك لنا يا رب العالمين في أنفسنا وجيراننا وأحبابنا وذريتنا وأزواجنا والمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي الشجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وتكلمنا في نصاب الإبل في الزكاة في الجلسة الماضية، قلنا وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، أي جزعة ضأن لها سنة ودخلت في الثانية، أو ثنية معز لها سنتان ودخلت في الثالثة، وقوله وفي عشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع، وفي أربع شياه، وفي 25 بنت مخاض، يعني عمرها سنة، تبقى إيه؟ أنثى ناقة عمرها سنة بنت مخاض من الإبل، وفي 36 بنت لبون تبقى عمرها سنتين وماشية في التلت، بنت لبون، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة يعني عمرها 3 سنين وماشية في الرابعة حقة، وفي 61 جذعة يبقى عمرها 4 سنين وماشية في الخامسة، وفي 76 بنت لبون اثنين يعني بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون، إلى آخره، ظاهر غني عن الشرح. وبنت المخاض لها سنة ودخلت في الثانية، وبنت اللبون لها سنتان ودخلت في الثالثة، والحقة لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، والجذعة لها 4 سنين ودخلت في الخامسة. وقول ثم في كل، أي بعد ثم بعد زيادة 9 على 121 وزيادة 10 بعد زيادة 9 وجملة ذلك 140، يستقيم الحساب في أن في كل 40 بنت لبون، وفي كل حق، وفي كل 50 حقة، يبقى بعد ما نعدي نوصل ل 140 فما زاد، كل 50 نطلع منهم حقة، وكل 40 نطلع منهم ايه؟ بنت لبون. ففي 140، في 140 عندنا 140 فيها 50 و 50 و40، يبقى ال 50 حقة، وال 50 حقة يبقى حقتان، وال 40 بنت لبون يبقى حقتان وبنت لبون، مش كده؟ طيب، وفي 150 في عندي في 150 ثلاث خمسينات، يبقى ثلاث حقاق، مش كده برضه؟ ثلاث حقاق، وهكذا. ووقفنا على قوله فصل وأول نصاب البقر 30، يبقى نتكلم على نصاب البقر النهاردة والغنم. يبقى اللي بيربي جمال بالشروط التي يجب فيها شروط الزكاة، أن تكون سائمة مع الملك التام والحاجات اللي احنا قلناها، مع الإسلام والحرية والحاجات دي كلها، إذا بلغت النصاب يبتدي يطلع من أول خمس جمال يطلع شاه. طب بقوا 10 طلع شاتين، بقوا 15 ثلاث شياه، بقوا 20 اربع شياه، 25 يطلع بنت لبون، يعني بنت ناقه، بنت انثى وعمرها سنه وماشيه في التاني، بنت مخاض يبقى عمرها سنه وماشيه في التاني، وبعدين بعد كده زادوا على حسب الحساب اللي احنا قلناه، يبتدي ايه يزود في السنين لحد ما يوصل لبنت ايه لبون، فحقة فجزعة، ودي آخر أسنان الإبل. وبعد كده يبقى كل 50 يطلع منهم حقة، وكل 40 يطلع منهم بنت لبون.
نيجي بقى في البقر اللي بيربي بقر بالشروط السابقة انها تكونش معلوفة، تكون سائمة في كلاء مباح، وانه يملكها ملك تام مع كمال الاسلام والحرية، واخد بالك، وحولان الحول، يعني مر عليها سنة هجرية كاملة، يبقى يطلع على زكاة البقر ازاي؟ هنشوفها. واول نصاب البقر 30، يبقى اللي عنده اقل من 30 بقرة بالشروط دي معلوش زكاة، يبتدي الزكاة من اول 30 بقر فما زاد، يبقى ده اول النصاب. واول نصاب البقر 30، فيجب فيها وفي بعض النسخ وفيه اي نصاب تبيع، التبيع اللي يساوي بنت المخاض في الابل، التبيع اللي هو ايه؟ اما يبقى ابن البقرة اللي عمره سنة سموه تبيع. ليه؟ لانه يمشي ورا امه يتباعها على طول، طول ما امه ماشية هو يتبعها، سموه تبيع. اول ما يكبر شوية يشد حلو يسيبها بقى ويدور على مصلحته، كويس، فيسموه تبيع. علشان كده يبقى اول 30 بقرة اول ما يبلغوا 30 ويحول عليهم الحول يطلع زكاتهم تبيع. والتبيع ابن سنة ودخل في الثانية، لا يشترط هنا الذكور ولا الانوثة بقى في البقر، لكن في الجمال يشترط الانوثة، فاهم؟ سمي بذلك لتبعية امه في المرعى، ولو اخرج تبيعه اجزأت بطريق الاولى. يبقى التبيع ذكر والتبيعة انثى، فلو قلنا ان زكاته تبيع، وانت عارف ان الانثى اعلى من الذكر لانها تجيب زيها تكتر، فلو قلنا ان يطلع تبيع، يبقى لو طلع تبيعة من باب اولى، يبقى خير وبركة. بخلاف البنت المخاض، افرض ما عندوش بنت مخاض وهو الزكاة بتاعته بنت مخاض، يطلع ابن لبون، يطلع ذكر عمره زيادة سنة عشان يعوض النقص، فاهم؟ ده في الزكاة، في الزكاة في الابل. انما في البقر لا يشترط ذكورة ولا انوث، التلاتين يطلع تبيع، فاذا كان تبيع بيطلع الاصل فيها وهو ذكر، يبقى التبيع من باب اولى لانها اعلى، كويس. ويجب في 40 مسنة لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت بذلك مسنة ليه؟ عشان اسنانها كملت، لتكامل اسنانها، سنتين وماشية في الثالثة تبقى اسنانها كملت، نقدم لها في المدرسة بقى خلاص، قبل كده كانت في الحضانة كي جي 1، بعد كده تخش المدرسة تبقى مسنة، مسنة يعني اسنانها كملت. ده في الـ40. طب من 30 لـ40 عنده 39 برضه تبيع زي اللي عنده 30، عنده 35 برضه تبيع زي اللي عنده 30. اول ما تقلب بـ40 يبتدي يطلع بقى مسنة، يعني يبقى عندها سنتين وماشية في الثالثة، كويس. سميت مسنة لتكامل أسنانها، ولو أخرج عن 40 تبعين أجزاؤه على الصحيح. طب افرض هو ما عندوش فطلع تبعين، 2 أجزاؤه على الصحيح، لأن التبعين أعلى من مسنة، الاثنين دول بالرغم أنه أصغر في السن إلا أن زادوا في العدد، كويس، فيبقى إيه؟ تجزئه هاي. وعلى هذا أبدا فقس، يعني كل 30 تبيع وكل 40 مسنة، كل 30 تبيع وكل 40 مسنة، قيس على كده بقى طول ما انت ماشي. يبقى عنده 120، لو عنده 120 فيهم كام 40؟ ال 120 فيهم 3 40ات، يبقى يطلع 3 تبيع، 3 مسنة، 3 مسنات، او فيهم 4 30ات يطلع 4 4 تبيع، كويس، سهلة، يبقى هتقيس على كده على طول. وعلى هذا أبدا فقس، وفي 120 3 مسنات أو 4 أتبعة، كويس. نقرأ كلام الشيخ في الحتة دي، بيقول إيه بقى الشيخ البيجوري؟ فصل في بيان مقدار نصاب البقر وما يجب إخراجه عنه. والبقر يشمل العراب والجواميس، البقر يشمل إيه؟ الجواميس، ويشمل العراب اللي هو إيه؟ اللي هو البقر برضه، احنا عندنا نقول عليه العجول، المصريين يقول لك العجول والايه والجواميس، عجل وجاموس، مش كده برضه؟ ده للاثنين، لكن ساعات احنا نميز نقول جاموسه وبقره، مش كده برضه؟ وساعات يقول لك عجل يقصد بيه البقر، جنس البقر، وساعات يقول لك عجل جاموس، او المهم هذا الجنس وخلاص، سواء بقر او جواميس. وأول نصاب البقر 30، فلا شيء فيما نقص عن ذلك، عنده 29 بقرة معلوش زكاة، واضح؟ لا، أول ما تبقى 30 نبتدي ناخد منه، لحد ما يبقوا 39 نفسها، يبقى الفرق ده يسموه إيه؟ وقص، وقص، فالوقص لا زكاة فيه بخلاف المال،
المال بتدي 2.5% من كله، مش كده برضو؟ مفيش حاجة اسمها وقف في المال. لكن في زكاة وفي الزروع برضو مفيش حاجة اسمها وقف في الزروع، لكن الوقف تجده في زكاة ايه؟ الحيوان. وأول نصاب البقر 30 فلا شيء فيما نقص عن ذلك، فيجب فيها. وفي بعض النسخ ففيها، بدل فيجب فيها قال لك ففيها على طول. وفي بعض النسخ وفيها بالواو كده بدل الفاء. وفي بعض النسخ ويجب فيها. وعلى كل هذه النسخ فالضمير للثلاثين، فيها هنا يعود على الثلاثين يعني. وأما على النسخة التي نبه عليه الشارح بقول وفيه فالضمير عائد على النصاب فيه، أي هذا النصاب. أما يقول فيها يعود على البقر، طب وقال لو فيه يعود على النصاب، واضح؟ فسهلة يعني لغة تجوز. كما قاله هو أي النصاب، وقوله تبيع أي ذكر وهو العجل، وقول ابن سنة أي تحديدا كما أشار إليه بقوله ودخل في الثانية. قول وسمي بذلك لتبعية أمه في المرعى، أي أو لأن قرنه يتبع أذنه حين طلوعه. يعني في سببين لتسميته تبيع، إن قرنه تلاقيه وراء أذنه على طول يبتدي ينبت فيتبع أذنه، أو إنه بيتبع أمه في المرعى يمشي وراه، فسمي تبيع عشان كده. ولو أخرج تبيعة، يعني إيه؟ يعني أنثى وهي العجلة، وقول أجزأت بطريق الأولى، أي لأنها أنفع من الذكر لما فيها من الدر والنسل، الدر اللي هو اللبن، والنسل اللي هي تجيب زيها بعد ما تكبر شوية تجيب زيها. قوله ويجب في 40 مسنة، والأصل في ذلك وما قبله. إيه الأصل؟ في كتب الفقه ما يقولك الأصل يعني الدليل، الدليل على الكلام ده جبناه منين؟ والأصل في ذلك أي الدليل، يجيب لك كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع. يعني بقى يقول لك الأصل لازم هيجيب لك يا حديث يا آية يا إما قياس أو إجماع. يبقى الأصل الدليل، أي الذي انبنى عليه غيره. ما هو الأصل معنى إيه؟ الذي انبنى عليه غيره، ده لغة، واخد بالك؟ وفي الفقه ما يكون دليلا على الحكم، ما يكون دليلا على الحكم. وفي القياس الأصل ما يكون حكمه منصوص ظاهر العلة، والفرع غير منصوص الحكم متحد مع الأصل في العلة. يبقى الأصل في كتب الأصول مختلف عن الأصل في كتب الفقه، تاخد بالك من الحكاية. والأصل في ذلك وما قبله. ولما نيجي نقول الأصل في الكلام العامي بتاعنا يقول لك على الأصل دور، اللي هو النسب بقى، عيلتها منين وعيلته ايه وابوه ايه وامه ايه واخواته ايه، عيلته يعني، ادي يقول لك على الاصل دور، فهمت؟ المصريين يقولوا كده. والاصل في ذلك وما قبله ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى اليمن، بعثوا قاضي لليمن يعلمهم القران ويحكم فيهم سيدنا معاذ، وبعث سيدنا علي برضه لليمن، بعد سيدنا معاذ وسيدنا علي، بس سيدنا علي واخد جزء في اليمن وسيدنا معاذ خد جزء تاني، كويس؟ زي ما تقول اليمن الشمالي واليمن الجنوبي. فلما بعتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم، قال لهم اما تيجوا تلموا الزكاه تاخدوا كذا من الابل بالاعداد المعروفه دي، لدرجه ان سيدنا علي كان كاتبها وحطتها في قراب سيفه عشان ما ينساهاش، كاتب الديات وكاتب ايه الاسنان الحيوان المختلف علشان تبقى معاه على طول، دي كانت موجوده في قراب سيفه صلى الله عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. يجوز انك انت سيدنا علي تقول عليه السلام، فاش حاجه دي؟ ولا هتقول لي ايه بقى؟ يقول لك شيعه. لا مش شيعه، اهل السنه يقولوا في سيدنا علي عليه السلام. اما تقرا البخاري يقول لك عن علي عليه السلام، الامام البخاري في صحيح، الامام البخاري ما كانش شيعي ولا حاجه، كان اهل السنه، اهل السنه تقول كده علي عليه السلام. وممكن نقول كرم الله وجهه، ممكن نقول رضي الله عنه، ممكن نقول كلهم. كان مشايخنا لما يجي سيرة سيدنا علي يقول لك عليه السلام وكرم الله وجهه ورضي الله عنه أول ما يجي سيدنا علي، ليه؟ لكمال محبة النبي فيه، ولكمال علاقة النبي به، ووصيد علاقته به، فهو الذي رباه، النبي رباه. شوف لما تجيب واحد النبي رباه يبقى إيه؟ النبي هو اللي رباه وزوجه ابنته، وقال عليه أنا مدينة العلم وعلي بابها.
شوف بقى سيدنا علي ده حاجة كبيرة قوي. سيدنا خالد وسيدنا علي طلعهم سيدنا رسول الله على جيشين، قال لهم إذا التقيتوا بالعدو منفصلين فعلي على جيش وخالد على جيش، وإذا التقيتم بالعدو مجتمعين فعلي له الراية. يبقى هو القائد كويس، معروفة القصة دي في الترمذي. وكانوا رايحين اليمن، فلما اجتمعوا مع بعض بقت الراية لسيدنا علي، فحاصر الناس اللي رايحهم في حصن فاستسلموا. فسيدنا علي راح واخد جارية من الحصن من ضمن الأسرة واختصها لنفسه. سيدنا خالد غار منه، طب ليه بقى تاخد انت وتختصها لنفسك وانت المفروض تجمعها مع باقي الإماء والأسرة وتتوزع على سائر المسلمين، اشمعنى انت تخص نفسك؟ راح سيدنا خالد بعت رسالة مع واحد رسول تبع الكتيبة بتاعته، قال له روح للنبي بقى قول له. فهمتني ازاي؟ قصة معروفة، عارفين القصة دي؟ طيب نحكيها لكم بقى دام انتوا بتحبوا الحكاوي. فقام سيدنا خالد بعت واحد رسول من عنده معاه رسالة وقال له الحق يا رسول الله، علي بن ابي طالب بعد ما انتصرنا والناس استسلموا خد واحدة من السرايا اختصها لنفسه دون سائر الجيش ولم يضعها مع سائر السرايا ليتم توزيعها. انظر في الامر، ظلم بقى. فلما وصلت الرسالة مع رسول سيدنا خالد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا تقولون في رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ واخد بالك؟ من كنت مولاه فعلي مولاه. شفت بقى النبي وقف في صف سيدنا علي ازاي؟ يعني أن المقصد ايه؟ ان القائد وولي الامر اذا حتى لو اخطا لا تخلع ربقة الطاعة من عنقك قبله، والا هتشجع العدو عليكم. يعني حتى لو فرض جدلا ان القائد كان اخطا، ايه يعني اخطا؟ مش كبيرة، مش كفر، هي لما كنتوا ترجعوا كنتوا تقولوا لي، يعني لازم تبعت لي. حس انه سيدنا خالد عايز يشق عصا الايه؟ الطاعة، مش عايز يطيع بقى سيدنا علي، مستني له على الوحدة. فهمتني ازاي؟ فقام سيدنا رسول الله رد بقى الامر، حتى لو اخطأ ولي الامر له النصيحة، له النصيحة، ولكن ما زال عليك الطاعة، السمع والطاعة، حتى لو، لان ولي الامر ليس معصوما، مش كده برضو؟ ولي الامر غير معصوم، يبقى ولي الامر اذا اخطأ لا تفضحه ولا تبلغ الناس عما خفي عن اعماله وان كانت خطأ، وعليك ان تسمع وتطيع وتنصحه في خاصة نفسه بينك وبينه. شفت الاداب دي؟ انما احنا دلوقتي لا، ده ولي الامر اول ما يغلط على المنابر، تتقال على المنابر وفي الاماكن العامة وتتوزع منشورات وفضيحة بجلاجل بقى. فهمتني ازاي؟ يقوم ولي الامر يزداد عصيانا لما يلاقي الناس بتعامله بالطريقة دي، بيفضحوه وبتاع، يقوم يزداد عصيانا ويزداد ظلما عليهم، يتعوج اكتر. فهمت؟ لكن شفت بقى ايه المسلمين يأدبوا حاكمهم بالطريقة دي، تفضل تسمع وتطيع علشان ما تنشقش ايه الجبهة الداخلية بلغة العصر، عشان الجبهة الداخلية تفضل قوية في مقابلة الأعداء، تدهمش فرصة ايه يدخلوا عليكم وانتم متنحرين، وبينك وبينه تروح تنصح، وقدام العدو سمعنا وأطعنا، يد واحدة على من سوانا. مش ملتزمين المسلمين بهذا الأدب، لا حماس مع فتح، واخد بالك ازاي؟ ولا الاخوان المسلمين مع الحكومة، ولا حاجة خالص، مش ملتزمين، ولا الحكومة مع الاخوان، ولا حد ملتزم بأي حاجة في أي حاجة. ليه؟ لأن دلوقتي الناس بقت تنصر الدين بالعاطفة أكتر ما تنصر الدين بالعلم. إحنا كلنا بنحب ديننا وكلنا عايزين الدين طبعا هو اللي يسود، فكل واحد بقى بينصر الدين بالطريقة حسب فهمه. إذا كان عنده عاطفة يقوم ينصرها بالعاطفة، يقوم يحرق الأتوبيس ويلم الناس ويعمل مظاهرات ويكسر البلد، قال كده بينصر الدين. فهمتني ازاي؟ هو في نظره كده لانه جاهل، مش عارف ازاي ينصر الدين. وبعدين تزعل ليه الحاكم ما بيسمعش نصح الناس؟ لانك بتنصحه على الملأ، والنصيحه على الملأ فضيحه، يقوم يتعوج اكتر. فهمتني؟ طب انت تصور ابنك اللي انت بتصرف عليه ومربيه، شوف اكتر من ابنك،
ناس جم بالليل قالوا لك ابنك بيشرب سجاير على الكورنيش بالليل مع اصحابه. يا دي المصيبه، ومش سجاير وبس، ده لف فيها بانجو. يا دي المصيبه، تقوم انت راجل يكون عندك جامع كده زي عندي مثلا، تخطب الجمعه وابنك بقى حاضر في وسط المصلين، وانت واقف يا ايها الناس ظهر الفساد في البر والبحر، ابني بيشرب بانجو على الكورنيش، اشهدكم يا قوم اني بريء منه. يقول لهم كده ايه رايك بقى على المنبر؟ الواد هيتعيد الحلو؟ اتفضح في وسط المصلين كلهم. بعد ما كان بيشرب مخفي هيروح شارب في ايه؟ على باب بيته. ما كل الناس عرفت بقى، هيجهر بقى. يقوم يزدرع وجاجا، تصدق بقى؟ يبقى النصيحه على الملأ تزود الناس اعوجاج، ما تنصحهمش ابدا، تفضحهم، فاذا فضحته طب ما هو ما كانش عايز الناس تعرف، فالناس عرفت، يفقد بقى. يفقد بقى يقوم يعمل علني. ده يخش على ابوه يقول له ولعني. ما خلاص بقى، مش ده اللي هيحصل؟ يبقى شفت بقى، اذا كنت انت ما تعملش كده مع ابنك. تقوم تعمل كده مع الحاكم بتاعك. هو احنا بنعمل كده مع حكامنا، لما زودناهم اعوجاجا وخليناهم اكثر ظلما واكثر جورا. يبقى احنا كده ما بنصلحش، ده احنا بنفسد في صوره مصلحين. فهمت بقى ليه سيدنا رسول الله غضب على رسول خالد بن الوليد؟ عشان فيها الشغله دي. انت شفت الحاكم اللي بيحكمك دلوقتي والقائد بتاعك اخطا خطا ما، وانتوا في معركه، التفت للمعركه الاول، ما تبعتليش واحد يسافر ويجي لي علشان يقول لي ده خد سريه من السرايا، بقى ده موضوع ده يشغلك وانت قائد حربي. فهمتني بقى ازاي؟ شفت بقى الرسول غضب ازاي؟ مش وقته. ده انتوا دلوقتي بتواجهوا الاعداء في بلد تانية بعيد ومعاكوا جيش، تشغل الناس والجند بتوعك في حاجة بحيث اما يجي سيدنا علي وهو القائد العام للقوات المسلحة في الحرب دي تشغلهم بمعايب فيه، تقوم تخليهم اما يجي يأمرهم بحاجة يعصوه؟ ده اسمه كلام؟ شفت بقى النبي نظريته في التربية. لما يبقى يجي له سيدنا علي بقى يبقى يكلمه بينه وبينه، يقول له يا علي ما كانش يصح بعد كده اما تبقى تاخد قائد جيش وخدت سرايا وإماء، اجمعهم كلهم ونبقى نقسمهم لما ربنا يسرها، خلاص انت اتحلت الأزمة يعني، أصلا مش أزمة كبيرة. واضح؟ لكن على أي حال لازم نفهم الحكاية دي، وقليل من الناس في هذا الزمان يفهم هذا المعنى. مش بيقول عليكم بالسمع والطاعة ولو لي عليكم عبد حبشي مجدع الأذن والأنف رأسه كزبيبة؟ عليكم بالسمع والطاعة. يبقى النبي بيقول لنا كده، يعني لو الريس بتاعك عبد مشوه الاعضاء، مناخيره مقطوعه ودانه مقطوع وراسه صغيره كده اهو وجسمه كبير، يعني شكله مسخ من جميع الجهات، وبقى هو الولي بتاعك، تقول له سمعنا وطعنا. حاضر. ليه؟ علشان لا نجعل فرصه لاعدائنا يخشوا يلعبوا في وسطنا. اديك انت شفت اليهود بلعبتهم مع حماس وفتح كسبوا في السنه اللي فاتت أكثر من مكاسبهم من سنة 48 إلى السنة اللي فاتت في القضية الفلسطينية. كل ده ليه؟ لأنهم خلوا أغروهم ببعض، فأصبح الدم الفلسطيني رخيص. أصبح الدم الفلسطيني بيراخ بيد الفلسطيني نفسه، مش بيد اليهودي. كان قبل كده أهون، لما اليهودي يقتل الفلسطيني أهون، إنما الوقت الفلسطيني يقتل الفلسطيني، مسلم يقتل مسلم، بقت مصيبة أشد. شفت بقى الأزمة؟ ليه؟ علشان مختلفين في الرأي، فرفعوا ربقة ايه؟ الطاعة من عنق بعضهم البعض لاختلافهم في الرأي. فالاختلاف في الرأي لا يمنع السمع والطاعة، ولكن يلزمك بالنصح فقط، والنصح يكون لا على الملأ بل بينك وبينه، ولو برسالة تبعتها له. رسالة إلى رئاسة الجمهورية موجهة إلى السيد حسني مبارك، ليه عملت كده في الناس وخليت الناس تجوع؟ وليه البطالة زادت؟ قول اللي أنت عايزه كله في رسالة، قول اللي أنت عايزه كله وبعتها له. تعرف بقى ممكن يسمع يقرا الرساله دي بالليل كده يمكن يفوق لنفسه، لانه ممكن يكون اللي حواليه الحاشيه اللي حواليه مدياله صوره ورديه مختلفه عن الواقع. ما هو ده بيحصل، اصل هو رئيس الجمهوريه او الحاكم ده بيعرف اخبار الرعيه عن طريق مين؟ عن طريق الناس اللي حواليه، هم دول اللي بيقولوا له الشعب تمام يا ريس يبقى تمام، ينام مبسوط، والشعب مش تمام ما يعرفش، فيفاجئ بالرساله دي يلاقي الدنيا ايه؟ مختلفة عن الصورة اللي عنده، فيمكن يتخذ قرارات كويسة. بخلاف لو قلت على المنابر وتقعد تزعق وتعمل، افهم المعاني دي مهمة.
لانها فاتت حتى على ناس ازهريه كتير، بيقف على المناهج ويقول لك والناس دلوقتي اصبح المجاهره بمساوئ الحكام على الملأ بيعتبروها ايه؟ قول حق عند سلطان جائر. لا، ده انت سميت الاشياء بغير مسميات، ده دي فضيحه على الملأ، دي مش قول حق عند سلطان جائر. قول حق عند سلطان جائر يعني تروح تقابله في رئاسه الجمهوريه، تقف قدامه وتقول له الكلام اللي انت عايز تقوله له، هو ده عند السلطان. فهمتني ازاي؟ انما مش تقف لي على منبر في مسجد في حي من الاحياء وبالميكروفون كده وتكلم الناس اللي هم اصلا ما لهمش علاقه بالحاكم، وتقول لي انا بقول قول حق عند سلطان. لا، مش عند سلطان جائر، دي اسمها فضايح، لو قلتها لجارك يعاديك، والابيك يتبرى منك، والابنك يخرج عن طوعك، فما بالك ترضاها للحاكم. فهمت بقى؟ فهمت القصه؟ كل ده خرجنا منها من حكايه ايه؟ قصه سيدنا معاذ وهو رايح اليمن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له ياخد ايه زكاه البقر ازاي؟ فهمت؟ فهي يقول لك ايه بقى؟ ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة مسنة ومن كل 30 تبيعا. قول لها سنتان معروفة، حتى إن سيدنا معاذ لما راح قاضي على اليمن الرسول صلى الله عليه وسلم توفاه الله وسيدنا معاذ في اليمن، حتى إن الرسول له بيوصل سيدنا معاذ بيقول له إيه؟ لعلك لا تلقاني، كأن النبي كان حاسس، وهو بيوصله على مشارف المدينة وبيوصيه انه هو يعمل ايه ويعمل ايه ويعمل، ماشي معاه لحد ما ايه وصله الى مشارف اخر حدود المدينة ورجع. ومن ضمن كلامه وهو ماشي معاه قال له لعلك تلقاني بعد عامك هذا، وبالفعل سيدنا رسول الله توفاه الله وسيدنا معاذ فين؟ في اليمن. حتى ان سيدنا معاذ لما سمع الكلمة دي بكى، حس ان النبي يقصد حاجة صلى الله عليه وسلم فبكى. قول لها سنتان أي تحديدا، كما أشار إليه بقول ودخلت في الثالثة، وقول سميت بذلك أي سميت البقرة بلفظ مسنة. قول أجزأه على الصحيح ومقابل لا يجزئ لفوات الأنوثة، ولهذا لو أخرج تبعين أجزأ قطعا، كما لو أخرج بدل التبيع تبيعة. قول على هذا يعني هل بيقول لك المسنة اللي هي الأنثى اللي عندها سنتين لما أحب أفكها وأدي بدلها أدي بدلها تبعين ذكرين؟ قال لك لا، على فكرة الحكاية دي أنا مش موافق عليه، أنا موافق إن التبيعة تحل محله لأنها أعلى، لكن التبعين ذكرين ما يوافقوش يبقوا زي أنثى أبدا، فمش موافق في حكاية إيه؟ إن لو ما لقاش مسنة يخرج تبعين، مش موافق، يبقى فيها اوجه. ناس قال لك اه مقبوله من العلماء قياسا، وناس تانيين قال لك لا ده قياس مع الفارق، لان الانثى ليست كالذكر، ملوش دعوه بالسعر هنا، هو بيبص للدر والنسل، بيبص للدر والنسل، لان الفقير مش هياخدها يبيعها، لا ياخدها يربيها عشان ياخد منها لبن وبعد كده تحمل وتجيب زيها، ده اللي هيحصل، لان الفقير مش جزار مش هيروح يبيعها، ما هيصدق تجيله ويربيه عشان يعيش على لبنها. أجزأه على الصحيح، لو قال لك خرج مكان المسنة تبعان قال لك أجزأه على الصحيح، يعني على الصحيح يعني وجهان، في وجه يقول لك أجزأه، وجه تاني مقابل للصحيح لا يجزئه، معناه على الصحيح يعني في وجهان، في وجهان، ومقابله يعني مقابل الصحيح الوجه التاني يعني لا يجزئ لفوات الأنوثة، ولهذا لو أخرج تبعين أجزأ قطعا، كما لو أخرج بدل التبيع تبيعة. وعلى هذا أي على هذا الحكم الذي هو وجوب تبيع في 30 ومسن في 40 والجر والمجرور متعلق بقوله فقس والفاء زائدة أو متعلق بمحذوف والتقدير اجري على هذا، وقوله أبدا ظرف لقوله فقس، ففي 60 تبيعان فلا يتغير الفرد بعد الأربعين إلا بزيادة 20، ثم يتغير بزيادة كل 10، ففي 70 تبيع ومسنة عشان 70 في 40 و30، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 أتبعة، وفي 100
مسنه، مسنه اللي هي 40، وبعدين تبعان عشان 60 30 و30 سهله. وفي 110 مسنتان، مسنتان اللي هو 80، ويتبقى 30 وتبيع. وفي 120 ثلاث مسنات او اربعه اتبعه، فما ذكره الشارح بقوله وفي 120 الى اخره مندرج في القياس، فكان حقه التفريع، وانما خصها الشارح بالذكر لاتفاق الفرضين فيها، فايهما وجد في ماله اخذ، وان وجد معا. طب افرض وجد معهم، ينفع يطلع كده وكده؟ يتعين الاغبط، يعني الاكثر الاكثر مصلحه للفقير، يتعين الاغبط للمستحقين، كما مر نظيره في الابل. طيب نيجي بعد كده للي مربي غنم بقى، نحسب الزكاة بتاع الغنم ازاي. اتفضل. بالنسبة للأخراج، يعني الناس عايز يطلع تبيع، ممكن يطلع قيمته ولا لازم يطلع الأعراض؟ افرض معهوش تبيع، يطلع قيمته، يشتري له تبيع من السوق ويديهول، بيروح يشتري لجاب الزكاة لساعي الزكاة تبيع من السوق ويديهول. احنا نقصد لازم يسلم الرأس يعني. ها؟ مش ممكن يديله فلوس قيمة ويشتري. اصل الزكاة المفروض مش هو اللي بيطلعها، ده بتؤخذ منه. احنا في زماننا ده لان الزكاة اصبح الحكام، الحكومة بتاعتنا ما بتلمهاش، اصبح كل واحد بيطلعها عشان يبرأ ذمته. لكن مش هي دي الزكاة بتاع ربنا. ده الزكاة اللي بنعملها دي تبرئة ذمة. لكن الزكاة بتاع ربنا الحاكم هو اللي يلمها ويجمعها كلها في بيت مال، ويبقى بيت المال ده فيه مليارات وملايين مملينة. وبعد كده بقى الحاكم هو اللي يوزع على الفقراء. واضح؟ عشان كده يقدر يخرج الفقراء من فقرهم الى الغنى. لما يبقى عندنا بيت مال المسلمين فيه مثلا 20 مليار. انا ممكن بال 20 مليار ده بيجي لي كل سنه 20 مليار، كل سنه 20 مليار. تصور بقى كل سنه اخد من ال 20 مليار دي اطلع مثلا حوالي مليون واحد من الفقر الى الغنى. مليون. يبقى انا عندي مثلا 30 مليون فقير مثلا، يبقى انا عندي في خلال 20 سنه مش هيبقى عندي ولا فقير، ولا فقير في البلد. شفت بقى؟ ده لو فرض الحكايه، مع ان الزكاه بتزيد كل سنه، مش هتفضل ثابته كده 30 سنه 20 مليار، ده هتيجي سنين تانيه تزيد اكتر. لان المليار الواحد زكاته 25 مليون جنيه، المليار الواحد. طب واحد زي عز مثلا بتاع الحديد ده عنده كم مليار؟ كتير، عنده مليارات كتيرة. فلما نجي ناخد الزكاة من واحد، وهو واحد من رجال الأعمال بس، مش كلهم، لما تجمع هناخد من عز لوحده بتاع مثلا 800 مليون زكاة ماله في السنة، بالإضافة لأن ماله بيزيد كل شوية برضه. ما هو ماله بيزيد إيه؟ من أموال الفقراء اللي بيبني بيت ده، ما هو بيشتري الحديد. يبقى فقراء المسلمين كل دول هم اللي عملوا له الفلوس دي، كده برضه يبقى حقهم يترد عليهم من الخير ده. ما مش تؤخذ من اغنيائهم ترد لفقرائهم. شفت بقى الزكاه حلوه ازاي؟ ده في جنب واحد. نيجي واحد مثلا ماسك بقى ايه شركه اتصالات، بيدخل له مثلا في الشهر كذا مليون، اخر السنه عنده كم مليار ناخد منه. نيجي تاني واحد عامل شقق وقرى سياحيه على الساحل الشمالي والساحل الجنوبي. احنا عندنا ساحل جنوبي؟ ممكن نبقى عندنا ساحل جنوبي على بحيره نصر، ما يدرش يعني في اي حته، وعنده قرى سياحيه وفنادق ايه والدنيا شغاله معاه، واخد ياخد إيه؟ شركه زي شركه اعمار دي في دبي راس مالها مليارات عديده، لو طلعوا زكاه مالها في سنه واحده، سنه واحده بس بالحساب المظبوط بتاع ربنا، هيطلع منها مليار على الاقل. ده زكاه مالها في سنه واحده. فشفت بقى دخول بيت المال يجي له اموال طائله ازاي؟ يوم ساعتها يجي لي واحد زي الجدع ده عايز يتجوز، ولا عنده شقة ولا عنده وظيفة. نقول له عندك كم سنة يا ابني؟ عندك كم سنة؟ 28. عنده 28 سنة. احنا نفترض انه هيعيش لحد ما يبقى عنده 60، لان متوسط العمر عند المسلمين 60 سنة مثلا، يبقى فاضل له على ال 60 سنة 32 سنة. احنا فهمك ازاي بيت المال يحسب الزكاة لواحد زي الجدع ابو 28 سنة. 28 سنة وما اتجوزتش يا مسكين، ده انت هتعنس. ده بيت المال الاول يصعب عليه، يقول له ياه ده احنا عايزين نلحقك نجوزك.
طب انت بقى بتحتاج كام في الشهر؟ قال والله انا لو مش متجوز بيكفيني 1000 جنيه، لكن لو اتجوزت هبقى محتاج 2000 في الشهر. طيب الحياة فعلا متطلباتها كده، يبقى 2000 في الشهر، يبقى في السنة 24 شهر، يبقى محتاج 48000 جنيه في السنة. هو هيعيش فاضل له 32 سنة على ما يبقى عنده 60، يبقى 32 في 48000 يطلع كام؟ عدد كبير قوي كده، قرب المليون جنيه. اروح مدي له شيك بمليون جنيه، اقول له خد يلا روح ما اشوفش خلقتك هنا تاني ليوم القيامة. يبقى نقله من الايه؟ من الفقر للغنى. خلاص يبقى احنا كده بنخلص الفقراء، مش بنخلي الفقير فقير طول عمره. انما بنطلع احنا الزكاه من غير الطريقه دي، بتطلعها ايه؟ ورقه بخمسينات خمسينات خمسينات، تطلع كده تدي ده 50 ده 50 ده 50، يروح يجيب له سندوتش من عند مؤمن وخلصنا، ويفضل فقير بعد ما كل وشبع بعد ساعتين هيجوع، رجع فقير تاني. ده المشكله، فيفضل فقير على طول، يفضل مدد ايده كل سنه وكل شهر وكل يوم على الناس. فادي الفرق بين اخراج الزكاه بفعل الحاكم واخراج الزكاه بفعل الافراد. فالزكاه فرض امه وليس فرض افراد. فهمت؟ عشان كده سيدنا ابو بكر عمل ايه؟ ده قاتل منيع الزكاه. في اكتر من كده، قاتلهم، لان فقه الامه هيتوقف، الفقر هينتشر، الناس هتاكل بعضها وهيزرقوا بعض وهنوقف الحدود. شرع الله مش هيقام. كل ده لو منعوا الزكاه. يزداد الفقر، واذا ازداد الفقر يسرقوا الحاجه. اهو معانا الاستاذ محمود بيصلي الفجر معانا بقاله عده سنوات. امبارح طالع بعد ما قرينا الاوراد بتاعتنا وبعد الشروق، راكن عربيته هنا، هنا اهو قدام الجامع هنا. خرج لقى الاستبن مسروق والبطاريه مسروقه. الناس جاعت فبقت تسرق. الناس جاعت بقت تسرق. مش كده برضه؟ بيسرقوا غطيان البلاليع. مش لاقيين ياكلوا. بطاله. البطالة تؤدي إيه؟ إلى السرقة، مش تؤدي للسرقة بس، إلى ارتفاع سن الزواج، ارتفاع سن الزواج يؤدي إلى الاغتصاب وسرقة البنات من الشوارع، ويؤدي كمان للإدمان والوقوع في دائرة الإدمان، علشان عنده فراغ ومش لاقي وقته يضيعه فين، يقوم يبتدي يدور على العيال يتعلم الإدمان. يبقى شفت بقى، لما بطلنا الزكاة كفقه أمة انتشر السرقات والبطالة والاغتصاب والفقر وارتفع سن الزواج وانتشر الفحش والعهر والزنا. ايه ده؟ ايه ده الشغلانة الكبيرة دي؟ شفت بقى دواها؟ ترجع الزكاة فقه أمة، تتحل الأزمة دي. شفت بقى الأزمة؟ الحكومة تعمل وزارة تسميها وزارة الزكاة. ما احنا قصتنا ايه؟ ما بنتكلمش الحكام بالراحة، احنا بنكلم الحكام بالزعيق على المنابر، فبنزعق لهم، فالحكام ما بيردوش يسمعوا كلام الناس. الضرائب ليست لها حكم الزكاة، الضرائب دي حق الحاكم في ان يقلل جزء من المباح لتنظيم الحياة العامة للناس، عشان يعمل طرق وكباري، واخد بالك، ومرتبات لبعض الموظفين، فالضرائب بتتاخد عشان كده، يوضب لك الطرق، ينشئ المدارس عشان عيالك يدخلوا فيها، يخفض مستوى التعليم شوية، ياخد منها ويدعم الخبز علشان يفضل الرغيف سعره ثابت. هذه الحكاية يستهلكها في المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة وعلى التعليم اللي كان مجاني وبقى الوقت، اديك انت شايف ربنا يعلم، وهكذا. يبقى الضرائب لا تخصم الزكاة من الضرائب، لان الضرائب حق الحكومة في تنظيم الحياة الذي يعود عليك انت ايضا بالنفس لما تبقى الحياة منتظمة. فهمتني ازاي؟ انت هتبقى حاسس انك امن، يبقى بيعود عليك نفس. ولادك كبروا، عايز تلاقي مدارس تعلمهم، تلاقي مدارس متوفرة، يبقى انت برضو بيعود عليك النفع من دفع هذه الضرائب، مش كده؟ والزكاة بقى بيعود عليك النفع من جهة اخرى، ان ربنا يطهر مالك ويدخلك الجنة ويخلي الفقراء تدعي للاغنياء ما يسرقوش الاغنياء، يقولوا ربنا يبارك لهم، مش كده برضو؟ يبقى تلاقي مجتمع زي الجنة بقى، عايشين حلو ومتألف كده، جنة. والخراج والجزية، دي الخراج ده بيجي من أرض اللي ملك الحكومة، تخش دي موارد اسمها موارد الدولة، يجي من الأرض اللي ملك الحكومة زي قناة السويس، دي تيجي اسمها خراج، بيدخل دخل للحكومة من قناة السويس، السياحة خراج، واخد بالك ازاي؟ وهكذا كل ده بيدخل دخول للحكومة تستعملها في تجييش الجيوش، في تجنيد الجند، في إنشاء الكباري، في تنظيم الحياه العامه، في دفع مرتبات الموظفين القائمين على ايه؟ على تنفيذ القوانين المختلفه اللي بيها ينصلح حال المسلمين، كل ده حاجه ثانيه.
لكن الزكاة لها مصارف محددة، الضرائب مصاريفها أوسع، فاهم؟ لكن الزكاة ما يقدرش الحاكم يلعب في مصاريفها، هو محدودة في 8 مصارف، توقف منها 2، باقي 6 توقف منها 2 اللي هي الرقاب، ما فيش رقاب خلاص ما بقاش في عبيد، وتوقف منها في سبيل الله ما بقاش في تجيش جيوش، خلاص بقى ما احنا اصطلحنا وبناخد على قفانا، خلاص ما بقاش في تجيش جيوش، مش كده برضو؟ يبقى باقي ايه؟ باقي الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل، وما فيش مؤلفة قلوبهم، قال وما كانش ما بقاش في مؤلفة قلوبهم، يبقى ما فيش الا 5 مصارف من 8، وفي العاملين عليه الموظفين اللي شغالين في مصلحة الزكاة يقبضوا من الزكاة، يعني مش هيكلفوا الدولة كمان مصاريف خالص، ده مرتباتهم هتطلع من الزكاة اللي بيجبوها، بحيث لا تزيد مرتبات العاملين عن ثمن المجموع، لأن هي ثمن المصارف والعاملين عليها ثمن المصارف. طب افرض زادت المصارفهم ومرتباتهم على الثمن، تقوم الحكومة تتحمله من ايه؟ من الايه؟ من الضرائب، تتحمله بقى من الخراج، تتحمله من قناة السويس، من السياحة، تتحمله من اي حاجة، فاهم؟ يجي الحاكم يقول للمسلمين يا اغنياء انا عايز اخد منكم اكتر من حق الزكاة لفترة معينة بس عشان ازيل التضخم اللي عندي، لان فرض ربنا ما بيتغيرش ثابت، لكن الحاكم ممكن يجي في فترة يقيد الناس باشياء، لان من حق الحاكم تقييد المباح واخذ جزء من المباح للمصلحة العامة من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. يقوم لو الحاكم جه عمل كده يقوم يطلع لك ناس زي الاخوان المسلمين ويشوف ظلمة المكوس والضرائب وتعملوا مظاهرات. طب ما انتوا عايزين الدنيا فوضى، ما هو الحاكم مزنوق. طيب يقوم الحاكم يخاف، ما يرضاش يعمل كده للشعب يهيج، يقوم يعمل ايه؟ يطبع فلوس بدون انتاج، يقوم يحصل ارتفاع في الاسعار وتضخم. شفت بقى اللي بيحصل؟ الفساد اللي بيحصل؟ يعني هم عمال المحله لما عملوا اضراب وعلشان نحل الاضراب بتاعهم يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ بيطبع لهم فلوس واقبضها خلاص. الحاجه اللي كنت بتجيبها ب 10 هتجيبها ب 20. يبقى تلهي، يبقى انت خدت ايه؟ ما خدتش حاجه. مش ده اللي بيحصل؟ فده الازمه. فبقينا في ازمه. لا الحاكم عارف يحكم ولا المحكوم عارف يتحكم ولا حد عايز يصبر، وقاعدين ماسكين في خناق بعض. فربنا يفك هذا الأزمة، ربنا يفكها بفقه الحاكم والمحكوم وبفقه العالم الذي يذهب للحاكم يقعد معاه قاعدة كده في الرواقة يفهمه ازاي يخرج من هذه الأزمة. فهمت ازاي؟ بس ربنا يصلح الحال. ما هو احنا قلنا الوقت لما بطلت الحكومة تجمع الزكاة الحاكم بطل يجمع الزكاة، اصبح الناس الان بيقوموا بما تركه الحاكم لتبرئة ذمة المسلمين. فيجي لك مثلا إمام مسجد يعمل له صندوق زكاة وياخد أسماء بعض فقراء الحي دي ومرتبات شهرية، كل دي تبرئة ذمة بس. ده تبرئة ذمة، لكن مش هي دي الزكاة بتاع ربنا. الزكاة بتاع ربنا عشان يخرج الفقراء للغنى. الزكاة بتاعتنا احنا تخلي الفقير هو فقير. يعني أنا كنت ساكن في المنيل، قعدت أكثر من 25 سنة في المنيل، كنت بدي دروس في مسجد اسمه قايتباي في المنيل. مسجد قايتباي عنده أسماء ناس بيديهم مرتبات شهرية زكوات شهرية، الأسماء هي ما اتغيرتش بل بتزداد على مدى ال 25 سنة، فالفقير يفضل فقير 25 سنة، لدرجة إن بعد ما يموت يكتبوا أسماء ورثته بعديه يدوهم برضه. ليه؟ لأن إما ياخد 50 جنيه كل شهر، يعني 50 جنيه ولا هتعمله، هيفضل فقران طول عمره إلى ما لا نهاية ما يخلص. انما لو الزكاة بمعرفة الحكومة وتجمع اموال طائلة زي ما قلت لك تبقى حاجة تانية. فربنا يهديهم لهذا. احنا بنقرا فقه الزكاة علشان بس لو الحكومة عملت وزارة لجمع الزكاة تروح تتوظف فيها تبقى فاهم ازاي تجمع، ازاي تجمعها، فهمت؟ بس واذا كان عندك زكاة انت مال تبرأ ذمتك وتطلعه بينك وبين ربك كده، يا رب تقول يا رب انا بطلعه على قد ما اقدر عشان بس تبرئ ذمتك امام الله. فصل في بيان مقدار نصاب الغنم وما يجب اخراجه من عنه. يبقى احنا عرفنا زكاة البقر نصابها ايه وزكاة الابل نصابه ايه، الجمال. نيجي في الغنم، لان احنا عندنا 3 انواع من الحيوان فيهم زكاة. طب واللي بيربي نعام؟
معلوه الزكاة، معلوه زكاة حيوان. طب واللي بيربي غزال معلوه زكاة حيوان، فهمت؟ طب اللي بيربي حمار وحشي ما هو يجوز أكل لحم، عنده مزرعة حمير وحشية لا زكاة عليه، لكن زكاته يبقى أموال مش حيوان، هيتحول الحيوان ده إلى مال عنده، المال ده ناخد منه بقى زكاته ربع العشر، فهمت؟ اللي عنده اسطبل خيول بالملايين ممليانة اسطبل خيول لا زكاة في الخيل، كويس؟ يبقى ما يطلعش خيل زكاة، وهكذا طول ما أنت ماشي. يبقى الحيوان الزكاة فيه ثلاث أنواع بس، الإبل والبقر والغنم بس، كويس؟ أي حيوان آخر ولو مأكول اللحم مالوش زكاة من جنسه، واضح؟ عشان ما تجيش تقول لي أنا أعرف واحد عامل مزرعة نعام، نعمل إيه يا عم الشيخ؟ عم الشيخ هيقول لك لا زكاة عليه من جنسها يعني. فصل في بيان مقدار نصاب الغنم وما يجب إخراجه عنه. بيقول وأول نصاب الغنم 40، وأول نصاب الغنم 40، يبقى اللي مربي غنم أول ما يوصل الغنم بتاعه 40 وتكون بتسوم في ثوب في كلاء مباح، يعني ما بيكلفهاش مش بيعلفها، ومر عليها عام في ملكه ملك تام وهو مسلم حر، يبقى يجب عليه الزكاة من أول 40، يطلع من الـ40 شاه على طول، يبقى أول طب عنده 39 شاه معلوش الزكاة، واضح؟ وأول نصاب الغنم 40 وفيها شاه، والشاة إيه عمرها؟ جزعة من الضأن، لو كانت من جنس الخراف الضأن نطلعها سنة وماشية في الثانية يسموها جزعة، أو ثنية من الماعز، وإن كان من جنس المعيز يبقى سنتين وماشية في الثالثة، فهمت؟ يقول لك كسرت اثنين، ثنية ثنية يعني كسرت اثنين يعني طلع لها سنتين، ما هو سنة تبقى عندها سنة واحدة، سنتين عندها سنتين، مش كده؟ عشان لما تروح تشتري بس حكم تروح للجزار وانت في الأضحية عايز تجيب أضحية وانت ما بتفهمش في الحاجات دي وانت عايز سن معين. زمان انا ما كنتش اعرف الأسنان دي، كنت اروح استأمن الراجل فاضطريت ان انا اعرفهم وافتح بقهم بقى واتعلمت الشغلة اعمل ايه، ما عايز يبيع وخلاص. يعني مرة كنت بقول للراجل انا عايز خروف يكون عمره سنة وماشي في الثانية، كويس؟ قال لي هو ده. رحت شفت قلت ده عمره سنة وماشي في الثانية، قال لي ده عمره حتى انت عايزه كم؟ فانا ايه قلت اما اجرب معاه، قلت له سنتين وماشي. قال لي هو ده، ما انا قلت اجرب بقى اغير السؤال، يعني هو عايز يبيع ده وخلاص، انت عايزه عنده 10 سنين يبقى هو ده، طب عنده سنه هو ده برضه عنده سنه، لان السنه مندرجه في العشر. فايه المشكله؟ ان البياع عايز يبيع وخلاص، ادي الازمه، لانه برضه ما عندوش امانه في النصح للمسلمين، انت رايح عايز تعمل عباده والعبادة ليها سن معين، فتروح حقه يصدقك بقى ويريحك، هو راجل خبير يتقي الله في مهنته، فهمت؟ فانت تتعلم الحكاية دي، تروح تفتح البق شوف فيها سنتين تبقى سنتين، سنة واحدة على كل جنب، سنة واحدة على كل جنب مش تعدلي كله، مش هتبقى وحيد القرن يعني، تاخد بالك من الحاجات. يبقى إذا كانت من جنس الماعز يبقى طلعها زي نفس شروط الأضحية، ثنية ماعز يعني إيه؟ سنتين وماشيه في الثالثه، واذا كان من جنس الضأن جزع الضأن يعني سنه وماشيه في الثانيه، كويس؟ جزعه من الضأن او ثنيه من المعز. وسبق بيان الجزعه والثنيه وقوله وفي 121 شاتان، الله، من اول 40 شاة اطلع شاة، طب بقوا 50 شاة اطلع شبر، 60 شاة اطلع شبر، 70 80 90 100 اطلع شبر، 110 اطلع شبر، 119 شاة برضه، 120 شاتين، اروح قالب على طول، العداد يقلب عند 120، يبقى العداد ما يقلبش قبل 120، واضح؟ كل ده شاة. وفي 121 يبقى من اول 121 شاتان، يبقى ال 120 ما قلبش لسه على وشك. طب وفي 201 ثلاث شياه، وفي 400 اربع شياه، وبعد ال 400 في كل 100 شاف، كل 100 شاف وامشي، فهم؟ الى اخره. ظاهر غني عن الشرح، طبعا غني عن الشرح. نقرا كلام الشيخ. فصل في بيان مقدار نصاب الغنم، في بيان
لما يجي وقت العشاء نأذن يا جماعة، خدوا بالكم، شوفوا العشاء على الساعة كام. فصل في بيان مقدار نصاب الغنم وما يجب إخراجه عنه. والغنم تشمل الضأن والمعز. قوله أول نصاب الغنم 40، فلا زكاة في أقل منها، ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة، ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة وإلا عدت. لو كان اللي بيخرجها ده راجل صدوق كده، قال أنا الشياة بتاعتي دي 40 مش شرط عد، خلاص أصدق. لو كان راجل ثقة، طب أنا شاكك فيه أعدها بقى. مين اللي بيعدها؟ العاملين عليها، جاب الزكاة اللي رايح شغال، فهمت؟ وإلا عدت. والأسهل عدها عند مضيق تمر به واحدة واحدة، أما يجي عدها يخليها تمر من مضيق عشان تمشي واحدة واحدة، ويقف واحد اثنين ثلاثة أربعة، ويبقى حافظ جدول الجمع كويس لحد ما يعدها. والأسهل عدها عند مضيق تمر به واحدة واحدة، وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة، أو يصيبان به ظهرها، لأن ذلك أبعد عن الغلط. يعني بيحاول يديك طريقة للعد يعني ما تغلطش يعني، فاهم؟ فإن اختلف بعد العد، اختلفوا وعيد العد، هنقعد بقى نعد لحد بكرة، فاهم؟ فإن اختلف بعد العد أعيد إن كان الواجب يختلف به. ما افرض قال لي 60 وأنا قلت له لا ده 79، طب ما قلت 60 وال 79 زكاتهم شبه برضه، هنعد ليه تاني؟ لكن لو كان أنا عديتهم 120 121 يعني آخد شاتين، هو قال لي لا ده 120 120 هاخد شاه، لو 121 هاخد شاتين. اختلفنا في هنا في عدد يؤدي الى التغير، يبقى ساعتها نعيده بقى. فان اختلف بعد العد اعيد ان كان الواجب يختلف به، وتؤخذ زكاه السائمه عند ورودها ماء لانها اقرب الى الضبط حينئذ، فلا يكلفهم الساعي ردها الى البلد كما لا يلزمه ان يتبع المراعي. يعني ما لزمش انا الساعي اقول له والله خرج الترعه هناك هنا اروح بقى لمهم اتعبه كده، ولا كمان ألزم المالك أقول له ردها لي إلى الزريبة اللي عندك كلها علشان أدخل عليها عدها كلها، لا ألزمه كده، لكن أتحين وقت خروجها لتشرب، وهنا يبقى سهل عليا وعليه. واضح؟ سهل عليا وعليه. طب إحنا قلنا إنه هياخد الغنم يعد وياخد الزكاة وقت خروجه للمية. كويس؟ عشان ده أسهل. فإن لم ترد الماء، افرض هو بيشربها المية مش في المرعى. بيشربها عنده. فإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ وقت الربيع، الكلأ وقت الربيع بيبقى رطوبته عالية. يعني الحشيش وقت الربيع مليان رطوبة مية. فتلاقي الغنم أما ياكل الكلأ الطري ده ما يشربش، لأنه ميته منه فيه. فهمت؟ كوقت الربيع عشان فيه مية كتير. ياخدها طب فين بقى؟ فعند بيوت أهلها وأفنيتهم. ويجزئ في إخراج الزكاة نوع عن نوع آخر. كضأن عن معز. افرض هو عنده 40 شاة من المعز، يبقى فيها جزع الضأن او ايه او شاة ثانية، ممكن اخد منه جزع الضأن عن معز واخد منه شاة عن ضأن، ده يجزئ عن ده. كويس؟ ويجزئ في اخراج الزكاة نوع عن نوع اخر كضأن عن معز وعكسه من الغنم، وارحبي عن مهرية وعكسه من الابل، وعراب عن جواميس، أرحبية عن مهرية يعني وعكسه من الإبل، أنواع في الجمال يعني، أنواع في الجمال. وعراب عن جواميس، يعني عنده جاموس ممكن آخذ منه عجل بقر. واخد بالي معنى عراب عن جواميس، وعكسه من البقر برعاية القيمة، ففي 30 عنزا وعشر نعجات عنزا، ونعجة بقيمة 3 أرباع عنز وربع نعجة. يعني 30 عنز وعشر نعجات، عنده 40 بس 30 ذكر وعشر منهم إناث. إذا كانت النعجة ثمنها أغلى من العنز اللي هو الذكر الجدي، يعني احنا نقول عليه جدي باللغة بتاعتنا المصريين، مش كده برضو؟ إذا كانت بقى النعجة اللي هي المعزة أغلى، وهو عنده 10 إناث وإيه
وثلاثين ذكر، اقوم اطلع منه شاة قيمتها ثلاث ارباعها بقيمة العنز الجزء وربعها بقيمة ربع عنز. شفت ازاي بقى؟ يعني اراعي القيمة دي عشان الفقير، بقيمة ثلاث ارباع عنز وربع نعجة. وفي عكس ذلك عكسه، فلو كانت قيمة كل نعجة دينارين وقيمة كل عنز دينارا، فيجب في المثال الاول عنز او نعجة تساوي دينارا وربعا، وفي مثال العكس عنز او نعجة تساوي دينارين الا ربعا، ولا يؤخذ ناقص الا من مثله. واسباب النقص خمسة. اسباب النقص ايه؟ ما اخدش انا يعني شاة ناقصة الا لو الشياة بتاعته ناقصين، فاهم؟ الا من مثله، يعني يكون فيها عيب مثلا، واخد بالك؟ ولا يؤخذ ناقص الا من مثله. واسباب النقص خمسة: العيب والمرض والصغر والذكورة ورداءة النوع. واضح؟ يعني اسباب النقص ان يبقى كل الشياة اللي عنده ذكور يبقى هاخد ذكر وخلاص، كل الشياة اللي عنده لحمها ضعيف يبقى هاخد واحدة متوسطة، لا اضعف واحدة ولا اتخن واحدة. فهمتني؟ كل الشياة اللي عنده ما عندهمش صوف كويس، الصوف بتاعهم ضعيف، او مروح واخد واحدة فيها عيب، الصوف ضعيف. كل الشياه بتاعته مخصية، اخد واحدة مخصية يبقى العيب بعيب. كل الشياه بتاعته مقطوعة الاذن، اروح واخد برضو شياه مقطوعة الاذن، وهكذا. فهم؟ واسباب النقص خمسة: العيب والمرض والصغر والذكورة ورداءة النوع. وهذا في غير ما مر من جواز اخذ ابن اللبون والحق او الذكر من الشياه في الابل او التبيع في البقر، فان اختلف ماله نقصا وكمالا واتحد نوعا اخرج كاملا برعاية القيمة. افرض ان الشياه بتاعته بعضها ناقص في القيمة وبعضها عالي في القيمة، اخرج حاجة متوسطة بقى، حاجة متوسطة. فين ده وده؟ لا هي من تبع ناقص القيمة ولا هي اعلاها في القيمة، اتوسط. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ واتقوا قرائم اموالهم، في حديث مسلم بيقول لجبات الزكاة، قال له ايه؟ واتقي كرائم اموالهم، يعني وانت بتاخد الزكاة ما تختارش احلى حاجة في مالهم. فاهم؟ يعني ياخد حاجة متوسطة، مش الحاجة اللي هو فرحان بيها مالكها بقى ويقول له شوف شوف بقى الجمل ده شكله حلو ازاي؟ يقول له هو ده اللي انا اخده بقى، ده فرحان بيه بيتعايق بيه في وسط البلد بتاعته وبيركبه في المناسبات المهمة وعامل بيه عمدة كبير، روح واخده منه تحسره عليه؟ لا، خد له بقى جمل عادي. فهمت؟ فإن لم يوفي تمم بناقص، ولا يؤخذ خيار كحامل إلا برضا المالك، ما تاخدش كمان حاجات مختارة، ما تاخدش واحدة حامل قربت تولد تحسروا عليه وبقى مستنية تولد فرحان بيها، إلا لو كان هو راضي، المالك بيطيب نفسه يقول له خد الحامل دي، عايز يدي بزيادة ما يجراش حاجة طالما بيطيب نفس المالك. نعم، إن كانت كلها خيارا، لو كانت كلها أنواع جيدة أخذ منها خيار. ولو تفرقت ماشية في البلاد فكالتي في بلد واحدة. افرض ان هو عنده 40 شاة بس 10 في 100 رهينة و10 في البدرشين و10 في الحوامدية و10 في الجيزة، يبقى عنده 40 برضه، هناخد منه شاة برضه. فهمت؟ يبقى لو تفرقت في البلاد كأنها موجودة في بلد واحد. واضح؟ ولو تفرقت ماشيته في البلاد فكالتي في بلد واحدة، حتى لو ملك 40 شاة في بلدين لزمته الزكاة، ولو ملك 80 في بلدين في كل بلد 40 لا يلزمه إلا زكاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهم. فإن اجتمع ولو ملك 80 في بلدين في كل بلد 40، ما نقولش إن البلد دي 40 هنا أخد شاة والبلد اللي هناك 40 أخد شاة، لا، يبقى هو عنده 80 وال 80 فيهم شاة برضه. فهمت؟ وإلا هظلمه، يبقى هاخد من 80 بتوعه 40 شاتين، هعامله معاملة ال 121 فمظلموش أنا. واضح؟ وإن بعدت المسافة بينهما، فإن اجتمع المستحقون في البلدين أعطاهما الشاة في هاتين المسألتين، وإلا أعطاها للإمام وهو يعطيها لمن شاء لأن له نقل الزكاة. هل يجوز نقل الزكاة من بلد لبلد أخرى يعني؟ ولا لازم تطلع في فقراء البلد؟
فهو عنده الشاتين 40 هنا في اسكندرية وعنده 40 في أسوان. طب يديها للحاكم بتاع أسوان ولا يديها للحاكم بتاع اسكندرية؟ الشاه، ما هو عليه شاه واحد، فاهم؟ فنبتدي هنا نفكر، هل يجوز نقلها من بلد إلى بلد أم لا؟ فقال لك هو مخير، يشوف يديها لأي حاكم من دول، حاكم الإسكندرية أو حاكم إيه؟ أسوان، تمشي. وإن بعدت المسافة بينهما فإن اجتمع المستحقون في البلدين أعطاهما الشاه في هاتين المسألتين، وإلا أعطاها للإمام وهو يعطيها لمن شاء، لأن له نقل الزكاة. النقل الزكاة دي حق الإمام بس، حق الإمام بس، لدرجة إن مثلا في ناس يقول لك أنا بشتغل في الإسكندرية عندي مصانع، لكن أنا بلدي أسيوط، أطلع زكاتي لفقراء بلدي أسيوط ولا لفقراء البلد اللي أنا شغال فيها المصانع بتاعتي في إسكندرية؟ تطلع في المصانع بتاع إسكندرية، لأن أنت أصلا كسبت بسبب مجهود فقراء هذه المنطقة، مش هم دول العمال اللي شغالين عندك؟ فهمت؟ يبقى تدي لهم. لكن لك أن تخرج من وسط الزكاة تمنها تدي لأقاربك الفقراء برضه، يعني مش شرط تطلع كلها، تمنها، وفي وجه عندنا ثلثها، فهمت؟ لكن لما الحاكم بيجمع ما عندناش الإشكال ده بقى. الحاكم له نقل الزكاة على حسب المصلحة العامة اللي يراها، ممكن تبقى محافظة فيها فقراء أكتر من محافظة تانية. يعني في محافظة دمياط تلاقي الفقراء أقل لأن كلهم شغالين في الموبيلي. عيال كسيبة كله. تيجي تروح محافظة زي المنوفية تلاقيهم شحاتين. لأن بلاد متقاربة لبعضها ومساحة أرض زراعية محدودة وأعداد أسر منتجة. اللي مخلفة 10 واللي مخلفة 20 وأعداد ومش لاقيين يشتغل. فهمت؟ يوم ممكن يروح واخد زكاة محافظة دمياط يديها لمحافظة إيه؟ المنوفية. وهكذا. فهمت بقى المسألة؟ لأن الحاكم هو اللي ليه يعمل الحكاية دي على حسب مصلحة القطر اللي بيحكمه. لكن على مستوى الفرد ما يخرجهاش إلا لما يوفي فقراء المنطقة اللي فيها، لأن هم فقراء المنطقة اللي هو فيها هم اللي ليهم يد في غناه، فيبقى هم أحق الناس بزكاة مال. فهم؟ وفيها أي الأربعين، وقول جذع من الضأن بدل من شاة، وقوله أو ثنية من الماعز عطف على الجذعة من الضأن، وقوله وسبق بيان الجذعة والثنية أي في نصاب الإبل، وعبارته هناك أن جذع الضأن لها سنة وطعنت في الثانية، يعني سنة ومشية في الثانية، أو ثنية ماعز لها سنتان وطعنت في الثالثة، وقوله مبتدأ وظاهر غني عن الشرح خبر، والأولى حذفه قوله إلى آخره كما في بعض النسخ لأنه لا معنى له بعد ذكر عبارة المصنف بكماله. وفي 121 شاتان، يبقى عنده 40 يطلع شاة أو جذع الضأن، ثنية ماعز أو جذع الضأن، لحد ما يفضل 120 برضه شاة، بقت 121 يطلع شاتان، أي تعبدا بالنص لا بالحساب، لأن مقتضى الحساب أن يجب فيه 80 شاتان. وكذلك قول وفي 201 ثلاث شياه، برضو دي تعبدا لأنها مش بالحساب، لو بالحساب هتختلف. وما بعده وهو قول وفي 404 شياه، ثم يستقيم الحساب بزيادة 100 100، ولذلك قال ثم في كل 100 شاه. ونقل الإمام الشافعي أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك لحديث أنس به رواه البخاري، وما بين النصب وقف، ما بين النصب ايه؟ وقف، اي عفو، عفو، يعني ايه؟ انا عندي 40 وده عنده 60 جاري، ده هاخد منه شاة وده عنده شاة. طب ده عنده 60 وانا 40، معلش اللي بين النصاب ده وقف، اللي بين 40 و 121 كل ده عفو. فهمت؟ وقف يسموه، اي لا يزيد به شيء في الواجب ولا ينقص بتلفه شيء منه كما تقدم في الابل. ونقف في زكاة الخلطة إن شاء الله يوم السبت القادم. الخلطة بعد يعني إيه بقى؟ يعني أنا وأنت عندنا 40 شاة نملكهم مع بعض، أنا ليا فيهم 20 وأنت فيهم 20،
لكن ايه بيرعوا في حته واحده يقوموا ايه، لو انا لوحدي معلش حاجه، ولو انت لوحدك معلش حاجه، لكن بمجموع الخليط شركة احنا مع بعض يطلع نصاب، يبقى زكاة الخليطان زكاة الواحد، زكاة الخليطان زكاة الواحد، واضح؟ فممكن الخليطان يقللوا يعني يوفروا البعض، وممكن يزودوا على بعض، لما يبقى 20 و20 هيزودوا على بعض، واضح؟ لما يبقى 60 واخد بالك، او مثلا ايه لما يبقى 60 و60 يبقى هيطلعوا شاتين، شاتين، في حين ان لو احنا مش خليطين هنطلع شاة واحدة، لو انا هطلع شاة واحدة، لكن احنا هنطلع شاتين مناصفة، وهكذا. هيدي لك امثلة، الموضوع ده نقرأه ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله. يبقى الخليطان نقرأها ايه السبت القادم باذن الله. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بانوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اهد حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم ارحم والدينا وشيخنا وعلمائنا المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وأغفل عن ذكره الغافل.